في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة 70، فيلم بعنوان 25 يناير ده بيوثق الذكرى التاريخية لبطولات رجال الشرطة. أيام المجد والبطولة متسجلة على ورق البرد وفوق حيطان المعابد والمسلات، والأهم إنها متسجلة في قلوب المصريين. مفيش حد يقدر يزيف تاريخ أو يمسح يوم من حياتنا إن كتب بالنور والدم. في ليلة زي ليلادي كانوا الرجال سهرانين حلفين يصدوا الأعادي، شرطة وفدائيين، والفجر صابح ونادي يمسح دموع السنين. أنا خدني ليك الحنين يا ليلة زي الليلادي. الثامن من أكتوبر عام 1951 أعلنت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى النحاس إلغاء معاهدة عام 1936، وبإلغاء المعاهدة أصبح وجود القوات البريطانية في منطقة القناة احتلالاً غير مشروع. Centurion tanks, armored cars of the Royal Dragoons and men of the Lancashire Fusiliers prepare to attack Egyptian police headquarters. محتل ظالم وجاير يتحامى في دباباته، والظلم ظلمة وخساير، والحق رافع راياته، عساكرنا جابوا البشاير، طلع النهار من يناير، شرطة وشباب من ولادي، الكل يهتف بلادي، يفديها روحه ودمه في ليلة زي الليلادي. مش بس التل الكبير في الإسماعيلية، في كل مصر عمالنا رفضوا لقمة العيش المتغمسة في الذل وخيانة الوطن. أكتر من 60,000 عامل رفضوا الشغل في المعسكرات، وطبعاً مفيش حد بيورد للاحتلال مواد غذائية، ودي كانت أول صورة من صور المقاومة الشعبية. أول عملية قمنا بيها كان في شارع محمد علي، تاني مرة ضربناهم في القرش، منطقة القرش، تالت مرة ضربناهم في مطار أبو سوير. عساكر الإنجليز دخلوا بيوت الناس بكل عنف وقسوة، وده طبعاً زود من حدة المقاومة. كل مصطفى يبعت بتاع الشرطة بيساعدنا في أي وقت، أول ما نروح نحط الفلوس بجيب اللي الشرطة اللي كانت موجودة وكانت موجودة في المنطقة دي أياميها، الساعة اتعاونت معانا لأنها ضربت عليهم، وبالطريقة دي ساعدتنا إن احنا نقدر ناخد عربات ونسوق ويغطونا. الإنجليز حصروا مدينة الإسماعيلية كلها، المداخل والمخارج، واقتحموا البيوت وفتشوها لحد ما ظهر النقيب مصطفى رفعت، واحد من أبطال قصتنا، قصة كفاح أبناء الشرطة في الإسماعيلية وكفاح مصر كلها. ونزلنا طبعاً العساكر حللت ولقيت إكسهام بقى على باب المحافظة. Are you the officer in charge of this police station? أيوة أنا الضابط المسؤول عن الاسم. Take your soldiers and this piece of cloth hung up on the building. Head to the train station. Take the train and head to Cairo immediately. قطعة القماش اللي انت بتتكلم عنها دي هتفضل موجودة فوق المبنى لأنها علمنا. أما بقى بالنسبة للقطر فيقدر يستناك انت وجنودك، لأننا لو فضلنا نحارب بعض 50 سنة انتوا برضو اللي هتمشوا. This way you are defying the Great Britain's army. أنا اللي عندي قلته. موقف ميت ميت، لكن قبل ما نموت لازم اعمل حاجه. الانجليز هجموا بالدبابات والعربيات المصفحه، وصوت المدافع رج كل البيوت في الاسماعيليه. وفي وسط ضرب النار جت مكالمه تليفونيه في كابينه المحافظه.
السيد وزير الداخلية يا فندم. أنا فؤاد سراج الدين، مين معايا؟ إزباشي مصطفى رفعت يا فندم. إيه الموقف عندك يا حضرة الإزباشي؟ إحنا متحاصرين يا فندم، ومقسمين قواتنا بين المستوصف والمحافظة. 800 فرد يا فندم بالتسليح المعتاد. والقوات الإنجليزية؟ 7000 ضابط ومجند، ومعاهم دبابات ومدافع وأسلحة تقيلة. تمام. بلغ رجالتك الصمود وحماية المكان، واحنا مش ساكتين. اطمن يا فندم، احنا مش هنسيب مكاننا غير واحنا جثث هاند يا فندم. اكسام، what do you mean? A police station in Ismailia will defeat the British army? Sir, they're fighting us back very stubbornly. It's as if they want to die. And we lost 13 of our soldiers and officers, one of which is a staff officer. Don't waste our time talking about the losses. Break into the place immediately, no matter what the consequences are. مصطفى ما تنساش، انت مش بس مسؤول عن ارواح زمايلك، انت مسؤول عن ارواح اهالي اسماعيليه كلها. تمام يا فندم، ربنا معاكم. في ابطال انكتب عليهم يحطوا حياتهم في كفه وتراب بلدهم في الكفه التانيه، واختاروا تراب البلد. على مدار تاريخ مصر فيه لحظات فاصلة، لحظة بتصنع البطل، لازم يكون قدها ويشيل مسؤولية بلده على كتافه حتى لو كانت حياته الثمن. وصل عدد شهدائنا 50 شهيد و80 مصاب وجريح. القوات الإنجليزية ضربت كابلات الكهرباء وأنابيب المياه، المية كانت بتنزل على الجروح تكويها، لكن في جندي رفض إن زمايله يسعفوه علشان ما يسيبوش سلاحهم وسط المعركة، وجندي تاني كتب على الأرض بدمه تحيا مصر. خرجنا الخروج يعني مشاهدة الطابور مظبوط، والعساكر حية عساكر الإنجليز حية الطابور بتاعنا وإحنا خارجين بالبروج، يعني كان حاجة، يعني الواحد حس انه كبر بقى يعني جبل. لما مصطفى رفعت وعد عساكره ان فيه معارك كتيره لسه جايه، كان صادق في كلامه وشايف الحقيقه بعين القائد. طول ما فيه ناس طمعانه في خير مصر، طول ما فيه تحديات كبيره، جنودنا الابطال لسه كل واحد في مكانه، وحيفضلوا دايماً موجودين ويكتبوا بعرقهم ودمهم تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر.